يقول توفي عمي وكان لديه رغبة في أداء العمرة فنويت توفي عمي وكان لديه رغبة في أداء العمرة فنويت أن أعتمر عنه وقد أخبرت بذلك والدي فهل يصل أجر العمرة علما أني قد اعتمرت عن نفسي عدة مرات؟ إن شاء الله يصل أجر العمرة، وما دام أنك اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام فيجوز أن تعتمر لغيرك ويصل ثوابها إلى الغير بإذن الله. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنيابة في الحج والعمرة،